هي المغرور هو مين؟ هو الإنسان اللي صدق الأباطيل لدرجة إنها بقت حقيقة عنده. وخد بالك خيط رفيع أدام هنتكلم في الموضوع بين الغرور والثقة. الثقة في النفس بتبقى عن حق ومطلوبة ومطلوب ده مطلوبة جدا. بعض الناس لما تلاقي إنسان واثق في نفسه تقول لك يا أخي ده مغرور، لأنها بدل ما تحاول توصل لثقته وتعمل زي ما انت قلت مفيش سعي عند الناس. يعني انا شايف علاء متقدم متفوق، فاقول لهم انتوا فكركم ده مغرور، بدل ما احاول اعمل زيه اطلق عليه ايه اللفظ ده. الناس المفروض تفرز المغرور يعني عنده اباطيل وخدع تصل الى حد ايه انه صدقها خلاص. زي بالظبط انت عندك في القرآن ايات تديك توقيع اللفظ ده. اسمع كده، يخادعون الله وهو خادعهم. لا خليك بس في الآية. يخادعون الله والذين آمنوا. والذين آمنوا وما يخدعون. الحتة اللي انت قلتها بقى في فرق بين الخدع نفسه وإيه والخداع. في الحقيقة عشان نفهم، الخدع لا يملكه إلا الحق، الله سبحانه وتعالى. انما الناس تعمل ايه؟ ها؟ خداع. خداع بس. شوف يقول لك وما يخدعون، يعني الخدع الحقيقي ليهم هم، جاي من عند مين؟ من عند الحق تبارك وتعالى. انما الخداع انا اقدر اعمله. اقلبها بقى، عايز تفهمها قوي، وقعها على موضوع موسى والصحراء عليه السلام. الصحراء اول ناس سجدوا لموسى ليه؟ لان دي شغلتهم. هما اساسا ما بيخلوش الحبال حيه او ثعابين، هما بيخلوا الناس تشوفها ايه ثعابين، يعني لكن هما شايفينها ايه، هما شايفينها حبل، لكن هما عملوا حاجه زي التنويم المغناطيسي تهيئة. شوف توقيع القران على سحروا اعين الناس، يعني مش خلوا الحبل حيه لكن خلاك انت تشوفها ايه حيه. اهو ده خداع يخليك تتغر فيهم، صح؟ صح. لما موسى عليه السلام بقدر الله وقدرته قال له القي القي رمى العصاية، الكل شايفها بما فيهم موسى والصحراء فهم دي شغلتهم بقى. انت عارف عندنا مثل شعبي يقول لك ما تبيعش المايه في حاره السقايين، فدي شغلتهم ولعبتهم. فهم شايفينها اتقلبت فعلا حيه، المادة تغيرت فسجدوا له بأمر الصانع، لأن ده بقى ده مش خداع بقى، دي حقيقة، دي قوة، ده في هنا قوة. ولذلك يخادعون الله والذين آمنوا. والمولى عز وجل جاب الذين آمنوا معاه ازاي بقى؟ فالمؤمن الحق ما يتخدعش، المؤمن الحق ما يتغرش، اللي هو يفرز الشيطان ما يضحكش عليه ما يقدرش. ونطبق الآية إن عبادي يعني ليس لك عليهم سلطان. هضرب لك مثال بسيط. ايوه بالظبط كده، ده الاستثناء. يعني خد بالك لما المولى عز وجل اضاف المؤمنين لذاته قال ايه؟ يخادعون الله والذين امنوا. انت تفهم كده ان احنا اتخدعنا؟ لا احنا ما اتخدعناش، ده احنا في معيه الله. وما يخدعون الا انفسهم، ما حصلش لينا خدع ولا خداع، لان احنا في معيه مين؟ زي الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال له ايه؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ قالوا لا تحزن ان الله معنا. احنا في معيه الله، فكما ان الله لا يرى احنا ايه؟ لا نرى، كما ان الله لا يخدع احنا لا نخدع. ولذلك خلي المؤمن الحق في معيه الله كده، لا يضحك عليه ولا الشيطان يوقعه في معصيه. هديك مثال، يقول له اسرق يا اخي ده ربك غفور. ما انت مضطر، اصل الظروف. الظروف والبلد مش عارف ايه والحكومه ايه؟ ها؟ سول له اهو. الثاني واحد يسرق. ده اتخدع، اتغر، وقع في المعصيه. التاني يقول له هو غفور، لكن في لحظه ما انا حسرق اين الرقيب؟ يعني خد بالك الوعي يجي لك هنا، التوقيت اللفظ نفسه. الغفور ده لما توب بقى. طب وانا ايه اللي يخليني اقع؟ ما انا ساعه ما هقع اين الرقيب؟ وايش ضمني ان انا هعيش لغايه لما توب؟ بالظبط كده، الوقت الزمني من صفة الرقيب لصفة الغفور انا مضمنوش. احنا مش بنقرا القران كويس. نبئ عبادي أيوة. اني انا الغفور الرحيم. كملها. وان عذابي هو العذاب الاليم. المسافه دي علاء بين الاثنين، انا عملتها لانه انا هسرق عشان هو غفور. طب في المرحله من السرقه للغفور، ها
انا فين؟ انا ضامنها منين دي؟ مرحله بينيه خطيره جدا، فيها صفه شغاله 24 ساعه قبل الغفور وقبل الرحيم وقبل الرحمن اللي هي ايه؟ الرقيب.